الدستوري ضد الاعلان الدستوري ضد الاعلان الدستوري. الوقفه دي وقفه دعوه عمل المثقفين المصريين اعتراضا طبعا على الدستور واعتراضا على سلوك الاخوان في السيطره فصيل واحد على الثقافه المصريه، واحنا بنستشعر خطر كبير جدا على الشخصيه المصريه بتراكمها الحضاري ان فصيل واحد يسيطر على مفاصل الدوله كلها. معظم الناس اللي موجودين هنا الحقيقه تم مشاركتهم في مناقشه مسوده الدستور في الفقره الخاصه بحريه التعبير والابداع، لكن للاسف الشديد لم يلتفت الى كلامهم مطلقا، والمواد المتعلقه بحريه التعبير والابداع في النهايه مش موجوده في الدستور، لم يلتفت فيها الى كل هذا الكلام. على سبيل المثال لا توجد ماده تختص بنشر الكتب، وكان الاتفاق ان يكون في الدستور ماده تنص على انه لا مصادره لكتاب الا بحكم قضائي بات، ودي مش موجوده. بمنتهى البساطه لو طلع كتاب النهارده وتيار سياسي ما اعترض عليه، يبقى مين اللي المفروض يصادره؟ الازهر ولا جبهه العلماء ولا حزب من الاحزاب ولا وزاره الثقافه ولا مين؟ الدستور اهو ده أفشل وثيقة دستورية عرفها التاريخ. هل من المعقول أن دستور مصر يعملوا حوالي 50 داعية اللي أخرجتهم الثورة من السجون، اللي اتضح أن سجنهم كان ليس ظلما، سجن القاتل ليس ظلما؟ قالوا حرية وقالوا عدالة، قالوا حرية وقالوا عدالة، شفنا ندالة وشفنا سفالة، شفنا ندالة وشفنا سفالة، باسم الملة ورد الدين، مصر لكل المصريين، مصر لكل المصريين. للاعتراض أو الاحتجاج على الدستور الذي تم إقراره دون موافقة شعبية ودون اتفاق الأطراف صاحبة الحق في الوطن. يعني الشعب يريد إسقاط الإخوان، الشعب يريد إسقاط الإخوان. ويعلن مثقفو مصر ومبدعوها رفضهم للهجمة الظلامية التي تسعى لاغتصاب المستقبل المصري عبر فرض دستور لم يراعي أي من الأسس التي طالبت بها وثيقة الإبداع المصري، كما تجاهل حقوق أوسع قطاعات مصر من العمال والفلاحين والنساء والأطفال. وفي هذه اللحظة الفارقة من تاريخ الوطن يؤكد المثقفون والمبدعون على أن قوة مصر الناعمة التي أسست دورها الرائد إقليميا وعالميا كانت نتاج العطاء الحر المتميز لمثقفيها وفنانيها ومبدعيها، وهي القوة التي تتعرض الآن لهجمة ظلامية تهدد مصر الدور والجغرافيا والتاريخ. مفيش في الأغاني كده 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 تفرقنا عن بعض بالشكل ده، يا مصر اللي جايبة الشجر من زمان،